الغزالات ديالي مرحبا بكم مره اخرى في مدينه الزوين. هذا البازار غادي ندورو غنوريكم معنا شويه الاجواء شنو كاين. منار كتشوف هنايا لي بيجو وداكشي ديال النقره. تقريبا هاد البلاصه اللي فيها حنا بحال المغرب. المهم انا نخرج ونصور لكم لقطات. البنات اللي ما عمرهم جاو لاسطنبول ياخذوا فكره. زوين صراحه الدنيا هنا زوينه، كتحسي براسك عاليز. المهم كتحسي براسك بحال في المغرب، ولكن المغرب طبعا شي بلاد لا لا علاقه ولا مقارنه. زوينه انت منار هالو زوينة. كلشي على العكر، كنت دايره عكر غوز ودرت فوقه عكر احمر لحقاش ما عجبنيش الغوز. المهم حنا في واحد الشارع كيف ما كتشوفوا ديك الجوع كيبان زوين. يلا زوين الدراسه في الغرب كنرجعوا. المهم نضربوا دويره ونرجعوا ناكلوا لحقاش ما تغديناش، فطرنا معطلين شويه. والله الا شنقول لكم حيد حيد الترام جاي، الترام جاي ايوا الترام واعر مش ناصحين فيه الدراري الصغار من اللور. الدراري الصغار داكشي ديال المغاربة. المهم الدنيا عامرة وزعما ماشي شي بيريود ايسيف، ولكن بطبيعة الحال راه اسطنبول الدنيا زوينة. طبعا اليوم قررنا نجيو لهاد البلايص الشعبيين، جينا على رجلينا من لوطيل وبقينا كنتمشى وجينا. المهم هنايا لهاد لهاد البلايص اللي شعبيين، وغدا ان شاء الله بغينا نمشيو نشوفو بلايص اخرين اللي واحد البنت عرفتني قالت لي اي كلام وصيفطات لي بوسه. سلام دابا تخشي الله يعطيك الصحة بارك الله فيك. انا قلت انا هنا ما يعرفني حتى واحد. المهم كيما قلت لكم عارفك شي واحد حتى في اسطنبول تحس براسك مشهورة. نورا المشهورة انا نورا المشهورة. زوينة الدنيا هنا. نسكنوا هنا ما لا انا نقدر نسكن هنا يعجبني الحال. انت لا انت راه شتي يا ربي كلهم كلهم كلشي من فوق كلشي من فوق كلشي شلق مو وناري وعرفت واحد المصيبة كحلة ومني ما تجيش تلقايهم وتيبقاو ينفخوا ينفخوا الفم الحناك. اش غنقول لكم راه شي حاجه اللي امبوزيبل. والعمليات ديالني منين ما زدتي تلقاي وحده مقبصه من خرجات دير عمليه ديال طيب نيفها طيب. اما هوليود سمايل ويلي ويلي لا رجال ولا بنات شحال يضحك معاك بحال شي لافابو تيتعشى مغسول بجافيل سنان سنان لافابو. شوفوا الشاورما قداش تبارك الله من الجبن ولا الشحمه ولا شنو هادي المصله كتبان جديده. هذيك ديال الدجاج وهذيك ماشي الدجاج ديال بيبي. لا لا هما عصاو شو وانتم راه المغاربه بزاف دازو حتى الدراري تيعرفوني. لا 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 صافي لا لا ما نقدرش ناكل واقفه ماشي نبدا نتمشى. لا خصني ما نقدرش قاعده حاجه عندي هي ناكل وانا كنزيد. ما فيش الجوع ديال المجلس. لا انا بغيت نجلس وناكل بشويه عليا ونضغ ونسرط ونعرف منين داز. شوف اختي ستريس خلينا في المانيا نسال بك فرفانه زيد يلا هنا اللي فرحانه جدا. البنات الكبال بحال المغرب انتم الكبال كيتشوا. الاجواء رائعه 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 الاجواء جميله جدا. وكلينا وسالينا. المهم عايز كينا المعده بواحد الساندويتش زوين مصاوب بالشاورما ديال الدجاج والفريت والبيبسي اختي. بس شويه غطيح لي القهوه القهوه اختي قهوه تركيه ما نقولكش ما فيهاش السكر بزاف. عرفتوا اليوم الصباح واحد القهوه في لوطيل في الفطور وراه ما نقولكمش وهيلي بلاتي ما تقطعيش وتخلينا صاحبتي واحله وهيلي وهيلي. قهوه قهوه تركيه في اسطنبول قهوه تركيه. شكون اللي قال شي قهوه هنا؟ كل اللي قال شي ميكا هنا ميكا ميكا قارو 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 دي تاي. شتي شحال من وحده دايره الفاطمة على نيفا وكل شيء معدل كل شيء من خروم بيسي بقى انا وياك انا وياك. لا 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 اختي انا ما تحاديش نيفي. لا اختي انت راني فيك بحال مصايب. انا يمكن غندير شي عمليه ديال التجميل يا عليان بغيت نبدل هاد الكماره باش ما يبقى يعرفني باش الله هربت ما يتبعني حتى واحد حتى تقتل الفيديو. علاش اختي قولوا قولوا الصراحه الا نفخت شويه فمي ونصايبني فين هزو شويه الفوق حجباني نحيد لهم هاد التاتو. دا
ضعاف انا غادي وكان ضعاف رانا طيحت 11 كيلو تبارك الله وصل عندي خميس خميس وخميس عليا. المهم انا غادي باقي لي بعض الكيلوات نطيحهم ولكن انا غادي. الاجواء زوينه جدا، كاينين المغاربه بزاف، السوريين، المصريين، الخليجيين، العراقيين، كاين كاع الانواع والاشكال. الاجواء زوينه جدا، كاينين تخلط. والغزاله ديالي شدينا الطاكسي وجينا هنايا لهاد البلاصه هذه، هنا واحد البازار ولكن للاسف غادي يسد من هنا 20 دقيقه، جينا معطلين. المهم نضربوا دويره بالزربه، شفنا شي حاجه نشريوها اوكي، ما شفناش من مناظر زوينه كما كتشوفوا، مناظر غزاله. لقينا شي حاجه اوكي، 20 دقيقه طبعا ما غتكفيناش، نقدروا نرجعوا مره اخرى. المهم غندخلوا هاكا الاجواء كيف ما كتشوفوا. اسميتو كابالي كارسي، كابالي كارسي، وكله عامر غير بازارات. المهم هذا هو البازار، الدنيا عامره، اجواء رائعه، والحوانت عندهم داكشي الزوين بزاف، كاينين الحوانت ديال لي بيجو، النقره، داكشي التراديسيونيل ديالهم. البنات اللي مشينا دخلنا عند واحد البازار باش غنعاود لكم اشنو وقع. المهم كنت نعاود لكم، دخلنا لواحد البلاصه تيبيعوا فيها الطيكان فيه لوي فويتون، برادا، غوتشي، كاع داكشي اللي على بالكم، وماشي هذوك اللي تيكونوا في الحوانت. منين سولتو قلت لي واش عندكم البروميير كواليتي ديك اللي كتبان بحال الاوريجينال، هو يطلع على لواحد البلاصه الفوق مخبيه فين فين حاط قناو قال لك فهمت. المهم بلاتي خصني نوقف نعاود لهم، قلت لكم هو يدخلنا لواحد دانا لواحد البلاصه طلعنا الفوق عنده الصيكان تما، لقيت واحد الصاك عندك تبقاو تيقوا كاع داكشي اللي تيبان لكم في الانستغرام وفي اليوتيوبات، يحسب لكم الناس راه تضرب على الفري لوي فيتو، راه داكشي بحال الفري تماما. طبعا الاثمنه ماشي 20 اورو ولا 30 اورو، كنهضروا لكم على السيزون. اسمح لي داكشي اللي كيبان في السوشيال ميديا هذاك ما كيبانش الكواليتي ديالو كيفاش عامله. ايه ولكن احنا شفنا دابا الكواليتي بحال الاوريجينال. المهم كما قلت لكم الصيكان لوي فيتون، برادا، غوتشي، بالانسياغا، الصيكان ديال الفريع وبحال الاوريجينال، ما تفرقيش بيناتهم، تقدري تديه للدار ديال غوتشي وما يدي وما يجي، لحقاش بالرقم ديال السيريه وكلشي. هو الغزالات ديالي درنا شويه ديال الشوبينغ، المهم كانت الميموار عمرات ليا ديال الكاميرا باش كان ضروري خاصني نخوي باش نعاود نصور. المهم درنا شويه ديال الشوبينغ، دابا نوريكم ان شاء الله شنو شريت، شريت حويجات بحال هكا. دابا غادي نمشيو نتعشاو. عينيك يا وحنا في هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا، صراحه هاد الريستورون عجبني، ولكن ملي قربنا نشوفوا الماكله ديالهم لقينا داكشي الكلاسيكي اللي حنا اصلا كنعرفوه. المهم انا كنقلب على واحد الطالياني هنا جايه حتى لاسطنبول وتتقلب على الطاليان. المهم ورينا مانار فين وصلنا، شحال باقي لينا نمشيو ورجعوا هايده وعلى القهوه، غير 260 متر. اوكي يعني غندوزو من هنا باش نمشيو عنده. المهم حنا في واحد الشارع زوين صراحه وخاوي وفيه الكالم. شحال الساعه دابا؟ شي 10 تقريبا. علاش تخنزري فيا؟ راه حنا فاكوم نخرجوا ندورو. زيدي قدامي تخنزر فيا زعما، ما تقوليش شحال الساعه اختي، ما تقولي شحال الساعة. الله يخليك زينة، الله يهديك بياش انا نديرونجي. جاوبيني يا البنية الوحدة هادي قلقسم، باينة فيك ما كتحشم، قولهم لو مترسم شي خطة جهنمية. صبحكش اختي، عندي واحد الصاحبة شكل خصني ندق لها البرا، غنمشي نجيب لها البرا من داك السويطار فين كنت فيها، ولا خصني ندير لها شوية ديال الشراب. ناري هادي تشرب شراب، ما غاتناش الشانطي. زوين هاد الاوطيل، تا ديالنا زوين، تا ديالنا زوين، ولكن قلت لك شفت هذا زوين. سلطانه مي، حنا عندنا الاوتيل هايكرام. المهم باش حنا راه قلبنا في جوجل على ريستورون طالياني، لحقاش ما عجبتناش الماكله البارح، كانت حالته صراحه وكانت شويه ديال الريحه في اللحم، وصراحه قلبنا على الطاليان لحقاش ما غنغلطوش. قولبونا دار ما نقولش لكم الحسره كانت مغربيه وهي اللي ضربتنا، تنقصنا ماشي مشكل. لا اتفقوا علينا والله، شدينا هذاك الطبيصيل 60 اورو صاحبتي، ما تنخلصوش في المانيا عند الاتراك، طبيصيل بوحدو ديال اللحم قال لك 60 اورو وجوج بيبسي. المهم هذا ها هو
غيكون هذا سبيشال كلاس الب ابيلا هوتيل، غيكون وسط منه الريستورانت. يلا اجي ندخلوا، اجي نمشيو نقلبوا من قبيله. حنا تندورو تنقلبوا على الطلياني، في الاخر جابنا النافيغاتور هنا. هذا بلا هذا الاوتيل هذا ريستوران تركي ومسمينو ابيلا. با قالت لكم انا ربا طلياني. المهم غادي عندهم داكشي انا نوريكم. المهم هذه هي الماكله اللي عندهم، هذه دايره بحال الشكل ديال الطنجيه، يا اما بالدجاج يا اما باللحم. هنا عندهم الكوتليت، المهم الماكله ديال تركيا راكم عارفينها. الحوت هاد الاراغوستا كون كانت بسباغيتي كي غتجي يا ربي يا مولاي كي تيديروا لها الطاليان. ولكن قال سولته قال لك هنا غير كيسلقوها في الماء وكيقطعوا كيحيدوا منها اللحم ديالها وتيحطوا تيديروا شي صلصه من الفوق. المهم هنا كما كتشوفوا كاينين الانواع والاشكال ديال الحوت لي سوب. المهم عندهم داكشي زويون. وكيهضر اختي تركي وكيهضر بالعربيه، واحد العربيه مشلخه مشلده. وشحال ديال العرب كاينين هنا ما نقولش لكم، مغاربه. واو شوفوا الطنجيه ديال تركيا، ها نتوما شوفوا درنا طق 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 طق. واحد النهار شفت الفيديو ما راه كيحسبوش في مراكش وهو كان هنا. نقول لكم اولا لا ماما ميا ندفوا شويه. واو واو مياو مياو مياو. شكرا شكرا شكرا. خويا اوتو والحاجه الرائعه. طبعا هذا اليوم اخر يوم ثاني باش نكملوا الفيديو. كما كتشوفوا كيعصر في الرمان، بغينا الرمان والليمون مخلط، كيعصر لك الرمان فريش يعني العصير ديال الرمان بوغ زعما نقول لكم واحد المذاق رائع. غير هو بحال فيه شويه المروره الرمان، داكشي علاش قلت لي خلط لي الليمون والرمان. وطبعا الغزاله ديالي هذا نهار جديد من طبيعه الحال. نكملوا الفيديو. البارح صافي راكم شفتوا معنا تعشينا مشينا للوطيل نينينا، ما درنا حتى شي حاجه اخرى. الغزالات ديالي. المهم جينا دابا للمسجد الازرق، ياك سميتو الازرق ولا الاخضر البنفسجي الليموني الفانيلي البرتقالي. المهم كنضحكوا، جينا هنايا للجامع المعروف ديال اسطنبول. ما عرفتش واش هنايا التصوير ممنوع ولا ماشي ممنوع، واش ممكن نفلوجيو لكم شويه تشوفوا الاجواء. المهم انا غنوريكم. جابنا اختي الداكسي، هذا هو الجامع المعروف ديال اسطنبول. المشاشه اختي شحال زويونين ديال اسطنبول. عرفتوا ساكنين هاي التولوت ديال الاتراك، اما الباقي كلشي خليجيين كويتيين عراقيين اماراتيين، كاين حتى المغاربه بزاف. يعني اش غنقول لكم، بزاف ديال الاوسلاند هنايا ديال المهاجرين. ما عرفتش شنو يجيو يديروا في اسطنبول، عرفتش شنو جاتني اسطنبول. هادو الناس اللي يجيو يتساراو ماش كيهاجروا، علاش غيتساراو هنا؟ اش كيتساراو؟ والو، من غير الشوبينغ والحوانت والماكله بلا وقت. انا صراحه مازال ما شي حاجه شفتها وقلت واو. مال هذا؟ سولني قول ليه قالوا لك با سميتو اردوغان. قلت لكم انا ما عرفتش. المهم لحد الساعه داكشي عامر، راكم شفتوا الزناقي داكشي عامر عامر عامر، والزحامات والطريق والامبوتياج والطاكسي باش يوصلنا لهنا دار ما عرفتش 40 دقيقه بالامبوتياج، ودور من هنا دور من هنا تدوخي بحال راكبه في الكار. مالك اش الخرا هذا؟ مطبع عليه السروج حفيك ديال التركي على برقاقة. هذا هو الجامع، ما عجبكش؟ صحابي ديال كازا ديال الحسن الثاني، شتي باش تعرفي أن المغرب بلد زوين. تسمعوا تركيا 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 تركيا، صليو فيه. ما أنا قلت لكم بغا تصلي، ما نحبش بتصلي. وليتي مؤمنة جورجينا؟ قلت لكم بغات تصلي والله يمسخك، قول امين. جيتي معاك الزيف بعدا موطي شادة لوضو؟ قولي كما قلت وي والله. المهم هذا ماشي المسجد الازرق، رانا اختي مخربقة ودايخة. سميتو هذا؟ فاتح. فاتح، هذا مسجد فاتح. المهم بحال هكا دايرين هاد البلايص. صراحه انا والله العظيم الا باقا ما تبهرش تنسمع اسطنبول اسطنبول اسطنبول، تنقول ما عرفتش كي داير هاد اسطنبول، غندوخ مني غنمشي لاسطنبول. والله ما كاينه شي حاجه جاتني بعدا، الزحام لومبوطياج والزناقي وداك الشيء وسط سميتو بحال كازا، وعندهم هاد الجويمعات بحال هكا. غنمشيو نشوف واحد الجامع جامع واحد اخر
زعما ديال اللي باغي يدير شوبينغ ويشري الحوايج وداكشي الحوايج بزاف اللي المهم الحوايج ديال تركيا راكم عارفينهم زعما اللي باغي اجي ندخلوا في هذيك الزنيقه صافي هادشي اللي كاين زعما ما كاينه واحد الجزيره اسميتها جزيره الاميرات تمشي ليها بالباطو غنمشيو ليها غدا ولكن خاص هما لي الطاكسيات قهرونا شي وحدين تيقولوا لك الكونتور الكونتور خاسر مالك البراش كاين حتى هنا دوك اللي تيطيروا من المقره الكونتور خاسر و تيضربوك تتنقز وكاينين جوج اللي طحنا فيهم كوريكت هما اللي صراحه ما قاولبوناش اما الباقي تيقول لك 80 ليره 90 ليره 120 ليره وماشي زعما هي بحال قلنا 80 درهم 100 درهم وماشي تيديونا لشي بلاصه اللي بعيده وملي كنجيو نسولو شي واحد تيقول لك هذيك البلاصه فين مشيتو يعني راه بجوج ونص زعما هي ب 200 ب 25 درهم المهم ما علينا ردوا البال جيتو لهنا ردوا البال راه خاصكم تسطروا الا بغيتو تشريو الحوايج ولا شي حاجه امال الطاكسيات كيقولبوا المهم بدات الشتا بدات الشتا كتنشنش علاش تقول لها نشتيها المهم الغزاله ديالي بدات الشتا كتنش علاش اش تقولوا لها كتكشتي راه حنايا ما انا راني يمكن غنولي نلبس بحال هذيك المره باش نتهنى الله يقوي الايمان قوي ايمانك نعم ينهى المخدرات يلا المهم هذا الشارع كاين حدا المسجد ديال الفاتح شارع اللي بحال هكا الاحساس ديال رمضان بصح الشباكيه والحريره قبل الفطور الحلويات وييه تياكلوا بلا وقت المهم التمار والقرقاع وداك الشيء عندهم يا سلام نقول لك اولا شي سمعتينا فخذ اليوم ضربتنا واحد الشتا انا بعلاج في الترعيده قاعده تصب علينا بقينا تندور في السنه حتى الطاكسي ما بغى يوقف كلهم عامرين عاد باش شفت واحد الابليكاسيون اونلاين غادي يديروها من بعد كاينه حتى في المانيا كديري اونلاين طاكسي ما تيكونوش الطاكسيات الصفر العاديين ديال اسطنبول تيكونوا الطوموبيلات مزوينين وتتسيري تسيون البلاصه في جوجل ماب فين كاينه انت تيجي حتى لعندك تيكونوا طبيعة الحال غاليين ولكن بحال هاد المواقف كاين هو اللي غيدينا عرفتو الشتا حيت من السما برا لقينا هاد الريستورون فين جلسنا واحد شويه نتسارحوا ونتعشاو وانا بكل صراحه باقا اسطنبول ما نبوش عليها واو باقا ما شفتش بلاصه اللي نقول واو زعما باغاكور مع الالمان الطاليان المغرب هو عام المغرب انا غالي غير بلايص عندي كازا رباط مراكش احسن من انا بعدا انا الراي ديالي الخاص بالنسبه ليا البلايص في بلادي احسن من هنا تنهضر على اسطنبول حتى تركيا مع عمرني درت فيها البلايص اخرى تنهضر على هاد المدينه اسطنبول ايوا المهم دابا غنتعشاو غنمشيو للدار للدار هنا دار غنتعشاو بركه بركه ما تقرب غنمشيو للاوتيل كاين واحد البنوار ديال الماء واحد الباسكا ديال الماء غنعمروها بالماء السخون غنتعشاو انا وانا رجولي ثلاثه ايوا